هذا الخدمه كمان انا اهلي ما يقدروا مو متعايشين ولا عندهم الخبره زين انا من احد يمثل المستشفى زين هذا ضربه واحد من المستشفى وهذا المستشفى زين هذول اكو غير يعني محتاجين زين انا هذا قليل من ضربته او موته زين هذا تعب على نفسه خبرات اكو ناس استفاده من خبرته انا ليش اجي اترجم واضربه؟ ليش الكادر الطبي يعني هذول يقدموا لي خدمه زين انا ليش اجي اتجاوز عليهم واخلط واضربهم؟ بايدينا بايدين بعض نطلع على ظاهرة العنف ضد الاطباء والصيادله يعني والممرضين عندك راي؟ هذا تخلف ما الناس النمجيه وهاي سوالف العشايب وسوالف التعوان الناس المواصله الناس الغير متفقه خاصه الحاله الاخيره هذه مالت السكرانيه يعني هي غلطه يعني ناس مو من انا بالصحه لا بس يعني كل الكوادر والله خاصه عند زياره يعني بذلوا مجهود مشكورين عليه زين انا قدموا لي خدمه وصبروا على راحتي انا اجي هني وابرك يعني احنا الشعب ما يقدر شلون نقول يعني ناس نمجيه ناس مواصله بعد مو ذاك الوعي ولا تحافظ عاشوا ايدك شكرا يا مخدم.